حواراتك ميرسي. قليله قوي قوي قوي، وده حلو. مش اقول لك لا قليله عشان يعني انا لو عندي مثلا حاجه جديده لا اطلع واقول دايما يعني. بس لما اكون جايه مثلا في حفله ولا جايه يعني في حاجات ما تستاهلش انترفيو كبيره وقاعده يعني، اكون انا حكيت عن كل المواضيع فما ينفعش اعيدها تاني وتاني وتاني يعني. لكن احنا هنا في سكوت هنغني دايما من كل من سنه ونص لسنه بعرف اخبارك. انا اعرف يعني، انا اهو عرفت دلوقتي انه في بيت قرود. حصل حاجات كتير عشان بيت القرود بتاعكم. بلاش بلاش الكلمه دي على الهواء. لا 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 لا، البيت الجميل ده اللي انت اكيد ملياه حب. و انا عايزه بس اسال سؤال، جوزي بيحبك بيحب اغاني ايه عندك؟ بيحب يسمع لك ايه؟ بحب اغاني كتيره قوي. ايه بقى، ايه اكتر اغنيه بيحبها تقعدي تغنيها له كده؟ هو بيقول لي لما اسمعك ببتسم على طول، مش عارف ليه بيحق يعني. صراحه يعني، وهي جمله انا بسمعها من كتير ناس، انه حتى لو هن مش شايفيني بس يسمعوا صوتي على الراديو بيبتسموا، لانه بيحسوا انه انا عم غني بفرح وبشاشه. هي دي كلمه بشاشه في الصوت. ف يعني بحب الشقاوه يعني، بحب قهوه ونص، بحب بتفكر في ايه بحبها قوي، بحب يا طبطب، بحب الحاجات الشعبيه دي. الوقت اللي انت بتبقي فاضيه فيه في البيت، ايه اكتر الطبخات اللي بتقولي انا النهارده الصبح اقوم اعملها؟ انا على فكره صورت معك وقتها، قلت لي انت عارفه تعملي رز. لا وقلت لك انه انا بحب المطبخ والطبخ وهيك. هلا في موضوع جديد لازم خبرك اياه، بسكوت عم غني انه انا بطلت اطبخ وجبت شاف. ليه بقى؟ عشان ما عنديش وقت. لكن عشان وجود ميلا وكل وقتي معها واكله لوحدي واكلنا لوحده، ما عنديش وقت بقى انه انسق يعني، وبين شغلي و فقررتي انك تجيبي شاف يعمل لك الاكل. مزبط. طب بس ده معناه انك انت ما تحسنتيش في الفتره اللي فاتت يعني؟ ما فيش حاجه معينه جامده جدا هتدوقها لي؟ هو انت اخرك قلتي عازمك على رز وسكت؟ من ساعتها ما جيتش. رز بقى. من ساعتها ما جيتش، قلت رز يعني انا هنزل لبنان عشان اخد رز؟ قلت يبقى بعد سنه ونص يمكن الموضوع تطور شويه، لكن احنا برضه على الرز. لا هلا متطور قوي مع الشيف. لا انا مش عايزه اكل من الشيف يعني، انا نوسه، انا اديني حاجه بتعرف تعمليها. ما هو عسل. هو عسل. هو الراجل هيقوم بالواجب يعني. اوكي انا كده فهمت. لما انت تعالي وانا هطبخ لك. انا مجرد ان انا اشوفك واطمن، ونفسي اشوف ميلا شبه مين؟ ميلا شبهي شوي اكتر من بيا. يعني لون عينيها لون عينيكي؟ اه. دي تبقى جميله قوي. ممكن لو حبت تغني هتخليها تغني؟ انا هكون يعني، انا بشوفها هي حابه تعمل شيء اللي بدها اياه، انا حدها. مهم تكون هي حابه يعني، ما راح امنعها انه تكون حابه اي شيء، لانه بالنهايه انا ما في ارسم لها مستقبلها، لازم هي تشوف هي شو حابه. ويعني انا رح اكون الداعمه لها، انا رح اكون المستشاره اذا هي بدها. مش هتقلقي عليها لو هي اختارت تبقى زي مامتها؟ لان انا عارفه ان انت تعبتي في حياتك. ما انا علي ارشدها ونورها، انه نورها، شوفي نورها. طريق الفن منا سهله يعني. بس اذا هي حابه ليش لا، بالعكس انا حياتي حلوه، ما انا مش حلوه، حلوه حياتي مجهود. بس اكيد تعب. في مجهود وتعب اكيد. برضى اكيد وبنسى انك كنت بعيد. كيف تدوب الهوى مكتوب، يقسم قلبي تلات قلوب، قلبي يحبك قلبي دوب، قلبي غار علي، خدني بحضنك غاف علي، حسسني بوجودك فيي، ما بعرف قيمة علي غير لما يشوفوك، وعدني تبقى العمر بقربي، وعدني ما تفرق مغربي، انا روحي وعيني وقلبي خلقوا تيحبوك. انت اعتقد ما بتقلقيش
فيش منه حفلات خلاص، ما فيش عندك رهبة؟ ما عندك رهبة؟ لا ازاي ما عنديش رهبة، عندي رهبة ونص. عندك رهبة ها؟ اه طبعا. لسه بتقلقي وانت داخل طالعة على المسرح ولسه يعني هما ثواني دول انا ببقى قلقانة بيهم قبل الستيج، وانا وطالعة على الستيج هيك شوية. سامعة الناس عاملة ازاي؟ من انجح، انت عارفة ان انت من اكتر الشخصيات اللي الناس بتعشقها خش في الحفلات وبيبقوا عايزينها وييجوا، احساس جميل اكيد، لانه انا كمان بكون طالعه هيك بحب يعني. احنا شايفين انت هتطلعي باول اغنيه لكاس العالم، وبعد كده ايه اكتر احب اغنيه بتحبي تغنيها على المسرح؟ بحب غني في مصر، بحب كتير لو سالتك انت مصر. انا كمان بحبها. اسمعي هلا ازاي بحبها، يعني انا كل مره بسمعها جسمي بيقشعر من قلبي. انا كمان انا كمان. احنا عايزينك دلوقتي على طول، وجود لك ومنورانا في سكوت هنغني. سلمي على كل جمهورك. ميرسي كتير. وهنشوف كتير انا اكيد. انا بدي اسلم على كل الناس وبدي اقول لهم انه انطروا الالبوم بتاعي الجديد، هيبقى حلو قوي، وانا بحبكم قوي 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 زي العاده. على طول انا بختم في دي. كل العالم كل سما في احلى فرصه.